اغتيالات قادة المقاومة داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها سياسة إسرائيلية قديمة، لكن اغتيال المهندس التونسي محمد زواري يعكس رصداً إسرائيلياً دقيقاً لكل من يتعاون مع المقاومة، رصد لا يشكل اختراقاً أمنياً بحسب البعض. لا أعتقد أنه هناك اختراق لفصائل المقاومة بخصوص العملية التي حدثت باغتيال الشهيد الطيار محمد الزواري. الزواري يتنقل من دولة لأخرى، المساد له أذرع طويلة، وخصوصا في تركيا التي كان يقيم فيها الزواري بشكل كبير، وهناك رصد للمكالمات، وأعتقد أنه هذا أمر لم يكن صعبا على المساد. أهداف إسرائيلية استراتيجية لعملية اغتيال الزواري الذي وصفته كتائب القسام بأحد قادة تطوير الطائرة بدون طيار المعروفة بأبابيل، أهداف تبدأ بحرمان الكتائب التي ينتمي إليها الشهيد من تطوير هذه الطائرة، ولا تنتهي بتحذير كل من يحاول مساندة المقاومة. تبلغ من خلالها إسرائيل المقاومة الفلسطينية من جانب، وحتى كل من يتحالف مع المقاومة الفلسطينية سواء من الغرب من العرب أو غير العرب، أن يد إسرائيل الطولة ستصلكم في أي مكان وفي أي زمان. إسرائيل هذه المرة لم تكتفي بمتابعة انتقال الشحنات العسكرية والأسلحة، المرة تقدم على تصفية أشخاص لهم علاقة بالتطوير، وهذه ربما جديدة على هذا الخط. عمليات الاغتيالات التي نفذها الاحتلال خلال عقود مضت لم تفضي إلى إحداث تغيير في استراتيجيات مواجهة الاحتلال بقدر ما تدفع الأذرع المسلحة للفصائل إلى البحث عن وسائل بديلة لتطوير قدراتها. هذا الاغتيال لن يؤثر على المقاومة الفلسطينية، المقاومة الفلسطينية ماضية على طريق الإعداد وحشد الطاقات لمجابهة هذا الاحتلال الصهيوني. أعتقد هذا يعني استهتار بالأمة العربية، استهتار بالمجتمع الدولي، وأعتقد مطلوب تحرك للجم يعني هذه السياسات الإجرامية العدوانية، ولجم هذه الدولة المارقة التي تتصرف كعصابة. خيمة العزاء هذه للتونسي محمد زواري تشكل استكمالا لإعلان كتائب القسام عن تبنيها للشهيد، إعلان يتوقع بحسب البعض أن يدشن لمرحلة جديدة من استفادة الكتائب من الخبرات العربية والإسلامية في تطوير قدراتها التسليحية ولو بشكل علني، وهو ما ظل طي الكتمان طوال سنوات سابقة. محمد الأصل، تلفزيون القدس، قطاع غزة.